ولنقاش تطورات الملف السوري في ظل استمرار انتهاكات النظام بحق المدنيين، ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أهلا بكم سيدي. حياكم الله، أهلا وسهلا. فندت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فندت ادعاءات نظام الأسد بشأن استخدام فصائل المعارضة للأسلحة الكيماوية في حلب عام 2018. كيف يمكن قراءة هذه النتائج؟ يعني أنا بتصوري النظام لا يوجد له أي مصداقية حول أي اتهام وجهه إلى فصائل المعارضة. نعلم أن لطالما النظام كان يوجه مثل هذه الاتهامات قبل الشروع بمثل يعني عمليات الانتهاكات التي يقوم بها على مستوى استخدام الأسلحة الكيماوية. أنا بتصوري أن النظام السوري يعلم، أن الجميع يعلم أن استخدام مثل هذه التقاني كان يحتاج إلى طائرات وعمليات القصف من خلال الطيران أو أسلحة معينة لا تتوفر لدى المعارضة، ولكن محاولة النظام بطرح مثل هذه الإشكالات ودعم روسيا لذلك من أجل أن يتم الوصول إلى قناعة أن ما يحصل في سوريا الشأن يعني مختلط عليه، ولا يوجد توضيح ولا تفسيرات من الذي مسؤولية استخدام مثل هذه الأسلحة لطالما أن هناك اتهامات متبادلة. ولكن بتصوري مثل هذا التفنيد يرد مزاعم النظام ويوجه من جديد أن النظام هو المسؤول أولا وأخيرا على استخدام مثل هذه الأسلحة. بعد مرور سنوات من التحقيق في استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة والتي تقتل المدنيين السوريين وتقتلهم أيضا بشكل مضاعف، يقتلهم القصف اليومي والتعذيب في السجون، كيف يمكن محاسبة النظام عن كل هذه الانتهاكات في ظل عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات جادة في هذا الشأن؟ يعني أنا بتصوري بشار الأسد أوصل رسالة مفادها أولا إلى الشارع السوري أن كل هذه الترسانة العسكرية التي كان يتم جمع أموالها من قبل ميزانية الدولة السورية ومن قبل جيوب المواطنين السوريين كان في نتيجة الأمر ليست لحماية حدود البلاد، وإنما لاستخدامها لقتل المواطنين الأبرياء الذين ساهموا في دفع هذه الفاتورة. وأيضا رسالة أخرى إلى المجتمع الدولي على أن هذا النظام أوصل سوريا إلى حالة الدولة الفاشلة، بحيث أن هذا النظام اضطر لأجل الحفاظ على كرسيه ومكاسبه ومنافع يعني من يلوذون به، اضطر إلى أن يهجم أكثر من نصف المجتمع السوري ويدمر أكثر من نصف البلاد على مستوى البنى التحتية والأساسيات، وأيضا يقتل أكثر من مليون سوري. إذن برسالة واضحة على أن هذا النظام لا يصلح أن يتعايش مع المنظومة الدولية تحت إطار القانون الدولي، وإنما هذا نظام مارق يستثمر كل الأدوات من أجل فقط الإبقاء على كرسي بشار الأسد الذي هو من المفترض أن يعني لا يزال يحكم خلال أكثر من 20 عام. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده لن تقبل بمأساة جديدة في محافظة إدلب المحاذية للحدود التركية. إلى أي مدى يمكن للمظلة التركية أن تصمد في حماية المدنيين على الحدود في ظل استمرار انتهاكات النظام والقوات الروسية وفي ظل الصمت الدولي أيضا؟ يعني أنا بتصوري هناك رسالة واضحة من تركيا إلى ربط المصير المشترك ما بين الدولتين المتجاورتين سوريا وتركيا. أي عملية يعني خلل أمني أو أي عملية تكريس وجود ميليشيات إيرانية إرهابية في الأراضي السورية سيخلق خطرا على الحدود السورية التركية التي أطول حدود للدولة التركية مع الدول المجاورة. من جانب آخر نستطيع أن نقول لا يزال هناك تنظيمات إرهابية يعني محسوبة على مشاريع خارجية قد تسبب خطرا كبيرا على الحدود التركية وتعتمد على الأراضي التركية للدخول والخروج. هذا الأمر لطالما يؤرق الدولة التركية، وفي نهاية المطاف الأزمة السياسية التي يعني تضغط على تركيا من خلال الدول سواء الإقليم أو دول أوروبية عندما يريدون أن يوصلوا رسالة ضغط إلى تركيا فيتم هجوم على مصالح تركيا في أماكن بعيدة مثل ناغوري كاراباخ الآن بالنسبة لموضوع الأزمة الأرمنية الأزرية. وأيضا تركيا تنظر بقلق كبير إلى تواجد مثل هذه القلاقل على الحدود الجنوبية في سوريا. إذا استقرار سوريا يحقق أمن واستقرار تركيا، في حين أن بعض الدول تريد أن تضغط على تركيا وترى أن الخاسرة الرخوة هي الأراضي السورية.
إلى أي مدى ستساهم السياسة الأمريكية بموجة العقوبات الجديدة والقصوى، ستساهم في إضعاف النظام السوري وكذلك الميليشيات الإيرانية والبناء لمرحلة انتقالية في سوريا؟ يعني بصراحة لا أرى أن مثل هذه العقوبات ستؤثر على بقاء النظام من رحيله أو حتى على مستوى هذه الميليشيات الإيرانية التي تتكالب على مصالح الشعب السوري وقوة الشعب السوري من خلال وسائل غير شرعية، ولكن هذه العقوبات ستضغط على الدول التي تنتظر نتائج الحرب. أتكلم على روسيا على وجه التحديد، هي ترى أنها في ظل مثل هذه العقوبات لن يكون هناك مسار جني الثمار في المعركة السورية، ولا يكون هناك الحلم في مشاريع إعادة الإعمار التي تضمن دفع الفاتورة الغالية التي دفعتها روسيا. لذلك أنا بتصور مثل هذه الضغوطات ستخلق شرخا ما بين المصالح الاستراتيجية الروسية في سوريا وما بين بقاء بشار الأسد كحاكم مارق، يعني يكرس سياسة العقوبات ويمنع دخول أي يعني مسار لإعادة الإعمار إلى سوريا. شكرا جزيلا لك المتخصص في الشأن السوري ياسر نجار، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة اسطنبول التركية.